بسم الله الرحمن الرحيم. الكورس ده الحقيقة عنوانه Advanced Topics in Finance، ده PhD Program Finance أكاديمي. أنا خلصت مع الطلبة مقدمة عن علم التمويل اللي هو الفاينانس، كانت مقدمة كبيرة شوية. بعدين بدأنا أول توبيك في الثري توبيكس اللي أنا هشتغل عليها معاهم. أول توبيك اللي هو The Agency Theory، وابتدينا عرفنا الـ Agency Theory، وعرفنا أيضا الـ Assumptions بتاعتها، وكنا بصدد إن إحنا نكمل الـ Agency Problem. Agency Problem في الحقيقة بتحصل لما الـ Agent try to maximize his or her interests at the expense of the principal, those of the principal. We have two famous agency problems in finance. The first one is equity agency problem. وهنا نجد ان الايجنت هم المانجرز، بينما البرنسبل الاصيل صاحب المال هم الشير هولدرز. وبنتكلم على الكوربوريشنز، الشركات المساهمه. اما بالنسبه للبروبلم الثانيه فهي ديت ايجنسي بروبلم، وهنا بنجد ان الايجنت هو الشركه اللي بتحصل على القروض من الكريديتورز. بنفترض ان الشركه دي ملاك ومديرين مع بعض. اما البرنسبل فهم الكريديتورز. الكريديتورز ايذر بانكس لو كان بانك لونز، او كوربريت بوند هولدرز حملت السندات لو كانت ديون في شكل اصدار سندات. الحقيقه الايكويتي ايجنسي بروبلم هي اللي بحثت واختبرت اكتر من الديت ايجنسي بروبلم. لكن what are the reasons for the agency problem؟ الريزونز زي ما اتكلمنا في آخر محاضرة لينا قبل التوقف، هي نفسها الأسامشنز بتاعت الإيجنت ثيوري. في الحقيقة هي نفسها الأسامشنز بتاعت الإيجنت بروبلم، هي نفسها الريزونز. طيب ايه اللي بيترتب على وجود الايجنسي بروبلم؟ بيترتب عليها ايجنسي كوستس، ودي في الحقيقه في الاخر خالص هاف بين بورن باي ذا شير هولدرز، وتعتبر انتقاص من الهدف بتاعنا اللي هو ماكسمايزيشن اوف ذا شير هولدر ويلث. الايجنسي كوستس الحقيقه هي بيلت ان. واي؟ لانه السولوشنز بتاعت الايجنسي بروبلم ار انكمبليت سولوشنز، واحنا عندنا هم حلين كبار، واحد فيهم ستاك او الستيك اذا شيء اللي هي العصا، بمعنى انه الشير هولدرز مونيتور اند بانش ذا مانجرز. اوكي، ودي ليها كوست لانه الشير هولدرز مش هيقدروا مونيتور المانجرز بنفسهم، لا عندهم وقت ولا عندهم قدرات فنية بحسب طبيعة النشاط بتاع الشركة. ولذا مثلا فور اكزامبل هم بيجيبوا الاكسترنال اوديتور، وده بيمثل مين؟ بيمثل ريبريزنتيف تو ذا شير هولدرز، وبياخد الفيز بتاعته من فلوسهم علشان يقدر يراقب جزئيا على المانجرز. فعلشان تراقب على المانجرز يو هاف تو باي كوست. كمان الحل او الحلول، حزمه الحلول الثانيه هي الكاروت اللي هي الجزره، انك يو هاف تو باي بارت اوف يور بروفيت اور ويلث تو ذا مانجرز، في صوره بقى ايه اللي هي كومبنسيشن بلانز تبقى كويسه ليهم، وعشان نعمل ايه؟ نقرب المصالح من بعض، يعني بدل ما يبقى في conflict of interests نقرب المصالح بتاعت
المانجرز والاونرز. الايجنسي والايجنسي بروبلمز في الحقيقه ليها امبليكيشنز وتاثيرات عديده على القرارات الماليه كلها، سواء الانفستمنت ديزيشن او الفاينانسنج ديزيشن او الديفيدند ديزيشن. ولذا هي تعتبر نظريه ثريه جدا، والابلكيشنز بتاعتها كتير، والامبيريكال ريسيرش بتاعتها كتير. من ضمن الحاجات الحقيقه اللي طلعت عشان تحل الايجنسي بروبلم، لو الطلبه يفتكروا كده لما اتكلمنا what is the goal of the financial manager, we said maximization of the shareholder wealth measured by the market value of the share. لكن قلنا من ضمن التحفظات هنا what about the interests of the other stakeholders, اصحاب المصالح. ولذا الكوربريت governance اللي هو حوكمة شركات، اللي هو مجموعة من اللوز والرولز والبروسيس، جاية علشان تحدد الرايتس الحقوق والأوبليجيشنز الالتزامات بتاعت كل طرف اللي هو مصلحة في الشركة، علشان محدش مفيش طرف يجور على مصلحة الطرف الآخر، أو بمعنى آخر to reduce the agency problem between any pairwise of the stakeholders. في الحقيقة الكوربريت governance موضوع كبير، بس أنا مش طرحه السنة دي من ضمن الموضوعات التفصيلية بتاعتنا، ولكن هو ليه علاقة وثيقة بالإيجنسي سيول. الحقيقة هنلاقي الطلبة هيلاقوا some of the classic articles في موضوع الإيجنسي ثيري، وعلى رأسها المقالة الجميلة بتاعت جينسن وميكلينج 1976. وفي assignment كل طالب وكل طالبة هيقرأ في الإيجنسي ثيوري أند إيجنسي بروبلم، ويعمل لنا كده ريسيرش، ويريد كمان يشير إلى الوضع بتاع الإيجنسي ثيوري والإيجنسي بروبلم إن إيجنت كده. ده الموضوع الأولاني، the first topic. second هو capital structure theories، والcapital structure هو الfinancing decision، وهو من أهم القرارات المالية. والاريا دي في الحقيقة هات ايشو من اكتر من 61.5 سنة 1958، لما موديجلياني وميلر اتنين من الاباء المؤسسين لعلم الفاينانس عملوا الارتيكل الجميلة بتاعتهم، وقالوا انه في ظل البيرفكت فاينانشال ماركتس بكل شروطها، وهي شروط very restrictive و restricted، الديت has no any effect on the value of the firm. في الحقيقة أنا هنا بأشير إلى بعض الـ assumptions بتاعت الـ perfect market. يعني for example no significant effect for corporate and personal tax shield، no significant effect for bankruptcy costs اللي هي actually financial failure costs، لأن كلمة bankruptcy في الحقيقة هي تختلف عن financial failure. كمان يعني كان من ضمن assumptions symmetric information، أن المعلومات المتاحة عند المديرين جوه الشركة هي نفسها المعلومات المتاحة عند الناس اللي بره الشركة. There is no agency problem، يعني no conflict of interests between the agent وال principal. في الحقيقة أنا اخترت دولا عشان لما هنسقط هذه الافتراضات الأربعة، لكن في assumptions تانية كتير بتكمل ال perfect market، لكن إسقاط الافتراضات الأربعة دي بيدينا نظريات أو بعض النظريات بتاعت الكابيتال ستراكشر ثيريز اللي انا حبيت اركز عليها، لان عندنا حقيقة نظريات كتير جدا، والموضوع ده النظريات بتحاول ان هي تجاوب على سؤالين: Does the capital structure اللي هي debt ratio affect the firm value? How? السؤال التاني: What are the factors that determine the firm capital structure? وبالتالي دولا السؤالين دولا
في الحقيقة يعتبروا مجال للبحوث كبير جدا. فالبحث الأولاني أو الإجابة على السؤال الأولاني بتختبر نظرية معينة أو عدة نظريات من خلال الفيرم فاليو أو الشير هولدر ويلث مقاسة بأي مقياس، تبقى هي ديبندنت فاريبل، ويبقى الاكسبكتيشنز بتاعت الثيوري هي اللي هتبقى الهايبوثيس بالنسبة لنا. أما الإجابة على السؤال الثاني فبتاخدنا إلى موضوع توبيك بيتعمل امبيريكال ريسيرش فيه كتير جدا، ديتيرمينز اوف ذا كابيتال ستراكشر او ديتيرمينز اوف يوزنج ديت ريشيو او الفاينانشال ليفرج، ايه هي محددات هيكل التمويل اللي بتختلف من بلد الى اخر، وجوه البلد الواحده بتختلف من وقت للتاني. في الحقيقه اول ناس اختبروا او اتكلموا على The effect of the corporate tax هم موديجلياني وميلر تحت وطأة الهجوم الاتاك بتاع العلماء الآخرين. هم أسقطوا الافتراض بتاع no significant effect for corporate taxes، وفي 1963 قالوا لنا إن التاكس شيلد بتاع الكوربريت تاكسز يعتبر positive effect increase the firm value، يعني there is a positive effect for the using debt. هذا البوزيتيف افكت يتمثل في الكوربريت تاكس. ولكن الناس تساءلت برضو، طيب اذا كان الامر كده ليه ما لقيناش شركات بتعتمد على 100% debt؟ فالاجابه بتاعت التساؤل ده في الحقيقه القت الضوء على بعض النيجاتيف افكتس، جه منها البانكرابسي كوستس اللي انا بقول دلوقتي نستخدمها لفظ financial failure costs. يعني على سبيل المثال باكستر في 1967 among others، وكمان الagency costs اللي اتكلم عنها جينسون وميكلينج وستيوارد مايرز in 1977 في الحقيقة يعتبروا دولا negative effects for using it. هنا في الحقيقة تبلور اتبلورت نظرية مهمة جدا اللي هي Optimal Capital Structure Theory، اللي بعد كده بقت Target Capital Structure Theory. والفرق بينهم الأوبتيمال في الحقيقة كانت بتستخدم Operation Research وكانت Very Restrictive، يعني كانت بتمثل نقطة معينة ولتكن 37.3% دي الاوبتيمال ديت ريشيو، وبيطلق عليها تريد اوف ثيوري لانها بتقول دي النقطه اللي عندها البوزيتيف افكت اوف يوزنج ديت هيتعادل مع النيجاتيف افكتس. ومن ضمن اللي قالوا النظريه دي كروز وليتزنبرجر ان 1973 امونج اذرز، ولكن هي خدت ولا زالت موجوده وليها تاثير الحقيقه كبير في الفكر المالي. لكن زي ما بقول خففوا الكلام بتاع الاوبتيمال خلوه التارجت، وبقى بدل بوينت بقت رينج، يعني التارجت ديت ريشيو رينجز فروم 2 ممكن 3% وات ايفر. يعني طلع بعد كده لما اسقطوا الافتراض بتاع السيمتريك انفورميشن طلع لنا سيجنالينج ثيوري اوف ديت، او اللي بيطلق عليها في بعض الكتب information content theory، ان القرار اللي بياخده المدير المالي بالاعتماد على الديون هو له محتوى معلوماتي بيعتمد على ان هو عنده معلومات عن الشركة اكتر من الناس اللي بره الشركة. من ضمن طبعا الاسماء اللي اتكلمت في الموضوع ده ستيفن روس in 1977. بعد كده في الحقيقة طلع لنا optimal capital structure theory based على التاكس شيل، لان في علماء منهم دي انجلو ماسلز ان 1980 قالوا ما هو التاكس شيلد مش بس جاي من الانترستس بتاعت الديت، وانما جاي ايضا من حاجات تانية وبيبقوا سبستيتيوت، وبالتالي ممكن يبقى في اوبتيمال كابيتال ستراكشر او اوبتيمال ديت ليفل لما ناخد في الاعتبار التاكس شيلد اللي جاي من الديت واللي جاي من النون ديت.
زي الديبريشيشن والانفستمنت تاكس كريديت وهكذا. ظهر في الحقيقه في 19 هي مكتوبة عندكم عفوا في الماتيريال 1967، لا هي N1984 بيكينج اوردر ثيوري، مايرز وتلميذه ماجلف في MIT حطوا النظرية بتاعت بيكينج اوردر ثيوري اللي هي بتقول there is no optimal nor target capital structure theory، وإنما الشركات بتلتقط مصادر التمويل بترتيب معين، بتبدأ داخليا اللي هي الإكويتي ممثلة في الريتيند إيرنينجز، إف إت إز نوت إناف بتخرج تشوف الإكسترنال فاينانسينج، وفي طريقين، في إكسترنال فاينانسينج ويز إكويتي ثرو إيشينج مور شيرز، وفي إكسترنال فاينانسينج ويز ديت. والنظرية بتقول إن هو هيبدأوا بالديت، واخر حاجه يلجأوا لها لاست ريزورت هي مور ايكويتي. في الحقيقه النظريه دي يعني هي لازالت في صراع مع الاوبتيمال او تارجت كابيتال استراكشر ثيوري، والنظريه بتاعت البيكنج اوردر برضو ليها بلوسابيلتي، وفسرت لنا بعض النتائج بتاعت امبيريكا ريسيرش اللي ما كناش قادرين نفسرها قبل كده. ليه الشركات اللي عندها ربحية كبيرة بيبقى عندها نسبة ديون قليلة؟ هي قالت الشركات اللي عندها ربحية كبيرة بيبقى عندها retained earnings أكتر، وبالتالي مع ثبات العوامل الأخرى مش هتحتاج إلى الذهاب للحصول على ديون كتير. فدي الحقيقة بنلاقي امبيريكا ريسيرش بتقول كده، وما كناش عارفين نفسر ده، لأن كانت النظرية إذا شئنا وقلنا conventional ويزدم كانت بتقول ان الشركات اللي عندها ربحية كبيرة هتقدر تاخد ديون اكتر، يبقى مرحب بيها من وجهة نظر الكريديتورز سواء بنوك او غيرهم، وكانت النتائج بتقول غير كده، فالنظرية دي فسرتها في الحقيقة، فليها برضو بلوسابيلتي. الحقيقة كتير بتاعت هيكل التمويل دي مفيش ولا سينجل ثيوري قادرة تقول كلمة الفصل، ولا زالت هي هات ايشو، وفي نظريات كتيره وسب ثيوريز من النظريات الكبيره اللي انا قلتها متفرعه، واكتر من كده الامبيريكا ريسيرش ميكسد، بمعنى ان هي بعضها يؤيد النظريه دي وبعضها يؤيد النظريه دي وبعضها يرفض وبعضها يرفض. في عندكم شكل، الشكل ده في الحقيقه بيمثل الاوبتيمال كابيتال ستراكشر ثيوري كشكل توضيحي، لكن هتظل القضية بتاعت الكابيتال استراكشر ثيوريز هات ايشو، ومحتاجين ان احنا ندرسها الحقيقة بعمق سواء على مستوى الثيوري او على مستوى الامبيريكال. انا برضو حطيت سام كلاسيكال ارتكلز اللي انا اشرت اليهم موجودين هنا، ولكن على الطلبة وهو مايرز وماجلف المقالة بتاعتهم 1984، عشان انا اسف على الطيبو انا اخطأت جوه في التكست كاتبها 67. في assignment برضو ان كل طالب وكل طالبة هيعمل research paper على الكابيتال structure theories، وياريت برضو يشير الى ايجيبت. الطبق عندنا dividends decision، وده في الحقيقة انا اول مرة بطرحه كبديل للكوربر جوفرنانس السنة اللي فاتت، لأن الديفيدند ديزيشن حقيقة من الموضوعات المهمة، واللي هو برضو ثري بالثيريز والإمبيريكال ريسيرش، ومحتاجين في مصر أن كتير من الطلبة برضو تشتغل في الموضوع ده. طبعا الديفيدند هو قرار بيقترحه البورد أوف دايركتور، وبيحصل عليه voting بواسطة الشير هولدرز، to which extends the company pay out part of the net profit of the year as dividends. كون بقى الشركة تدي dividends cash أو stock dividends أو ما تديش dividends، كون إن dividends تبقى عالية تبقى قليلة تبقى مستقرة أو تبقى متقلبة، في policies، البوليسيز دي بتتكلم على
الشركات بتنتج انهي نهج فيما يتعلق بالديفيدنس، توزيعات الارباح. الثيوريز بتحاول تفسر what is the effect of dividend decision or dividend policy on the firm value او shareholder wealth. الحقيقه في عوامل كتيره جدا بتاثر على الديفيدند ديزيشن، مع العلم ان في بعض العلماء السكولرز بتوع الفاينانس بيعتبروا ان الديفيدند مش قرار مستقل، الديفيدند ديزيشن بارت من الكابيتال ستراكشر ديزيشن، لان وانس ان الشركه خدت قرار بتوزيع ارباح اللي باقي اللي هو ريتيند ايرنينجز ده ايكويتي ويعتبر قرار تمويل. طيب في الحقيقة هنستعرض بعض النظريات، وبرضو قبل مونتجلياني وميلر اللي هي 1961 المقالة الشهيرة بتاعتهم، كان عندنا جوردون اللي هو مايرون جوردون، واحد من الآباء المؤسسين لعلم الفاينانس 1959 among others، كان بيقول انه الديفيدنس less riskier than ال retained earnings وما يترتب عليها من جروز او كابيتال جينز، لان الشركه لما بتحتجز الريتيند ايرنينجز تو بي ري انفستد اجين بتعمل جروز بانكريز ذا ستوك برايس ان ذا ماركت، فلو الشير هولدر باع السهم بسعر اعلى من اللي هو اشتراه يبقى فيه كابيتال جينز، فاحنا بنحط دلوقتي الديفيدنس مقابل الكابيتال جينز. فهو قال ان الديفيدنس في الايد less riskier than capital gains اللي هي لسه in the future، فكان بيقول more dividends increases the value of the firm. الحقيقة مونتجلياني ميلر قالوا هم اللي أطلقوا على الموديل بتاع جوردون بيرد ان هاند موديل، كنوع من الساركيزم، وقالوا under the assumptions of the perfect market dividends has no significant effect on the value of the firm. ليه؟ هم يعتقدوا انه الشير هولدرز عايزين النت بروفيت، كون النت بروفيت ياخدوه في صوره ديفيدنس او في صوره ريتيند ايرنز وما ترتب عليها من كابيتال جينز مستقبلا مش فارقه معاهم. في الحقيقه ظهر بعد كده عده نظريات او مودلز، من اشهرها وولتر موديل ان 1963 بيقول ان الديفيدنز افكت ذا ماركت برايس اوف ذا شير، وفي الحقيقه هو استخدم الايفكت ديبندز اون ذا ريليشن بتوين ذا اكسبكتد ريت اوف ريتيرن اون ذا فيرمز انفستمنتس اللي هي الار والكوست اوف ايكويتي اللي هي الكي اي، وكلام منطقي لانه هو في كان عندنا بوليسي معينه اسمها ريزيديوال بوليسي، كانت بتقول ان الشركه هتحتجز أرباح أكتر وبالتالي توزع أقل، لو كان عندها good investment opportunities. هو ترجم الكلام ده الحقيقة في صورة الموديل بتاعه كميا، اختبر النموذج وبرضو في قبول لي، لكن في ظل assumptions معينة. ظهر بعد كده برينان من ضمن الناس 1970 قال ان التاكس بريفرنس ثيوري، لانه في الوقت ده في الستينيات واخر الستينيات وبدايه السبعينيات كان الديفيدنس بتخضع للانكم تاكسز والريت بتاعها كان عالي، في حين ان الكابيتال جينز بتخضع لريت اقل، وبالتالي قال برينان من ضمن الناس انه الشير هولدرز هيفضلوا الكابيتال جينز على الديفيدنس، وبالتالي بيقول مور ديفيدنس ديكريزز الفيرم فاليو. لما ظهرت النظريات بتاعت السيجنالينج ثيوري بتاعت روس، هي في الحقيقه تعمم مش بس على الديون وانما ايضا الديفيدنس ليها تاثير، كان المديرين بيرسلوا سيجنالز للسوق. ودينيس وزملائه 1994 among others قالوا اني managers send signals to the market through the dividends and investors prefer high and stable dividends to low
and non-stable dividends. ايضا لما ظهرت الايجن ثيوري الحقيقه على جينسن وميكلينج. جينسن بعد كده in 1986 اتكلم على الديفيدنز ايجن ثيوري وقال ان لو المانجرز وانا تو كونسيوم مور بيركس فعايزين يخلوا الفري كاش فلو يبقى كبير. عشان يخلوا الفري كاش فلو يبقى كبير من ضمن يقللوا ايه الديفيدنز وكمان يقللوا الاعتماد على الديون عشان يدفعوا فوائد واقساط ديون اقل. روزيف الحقيقه 1982 كمان قال نفس الكلام ولي امبيركا ريسيرش مشهوره. عندنا برضو من ضمن النظريات الحديثه شويه نسبيا كلاينتال ثيوري نظريه الزبون. يعني كل سياسه توزيعات ارباح ديفيدند بولس ليها الزبون بتاعها. فبلاك وشولز امانج اذرز ومنهم بتيت 1977 قالوا انه التأثير بتاع الديفيدنز هيختلف من مجموعة شير هولدرز إلى مجموعة أخرى. فعلى سبيل المثال الأغنياء الشير هولدرز الأغنياء هيفضلوا إن الشركة ما توزعش أرباح. وده يمكن يفسر لنا ليه في شركات كبيرة زي مايكروسوفت فيها بيل جيتس وناس تانية زيه أغنياء جدا تلاقي من أقل الشركات اللي ممكن تعمل ديفيدنز. لأنه سببين الحقيقة شركات التكنولوجي وزيها شركات الأدوية وكده تبقى محتاجة R&D تبقى قوية جدا الـ R&D budget لأن هم بيعملوا research قوي فهم محتاجين الأرباح يعاد احتجازها ويعاد استثمارها. زائد بقى أنا آسف الشير هولدرز الأغنياء دولا أولا بيقعوا في شريحة ضريبية تاكس براكتس عالية جدا فلو خدوا الديفيدنز هيخضعوا لإنكم تاكس عالي وكمان هم مش محتاجين الديفيدنز يتعايشوا منها فأفضل ليهم وللشركة إنه الأرباح تحتجز ولا توزع عليهم ولم ما ياخدوها كابيتال جينز بتخضع لضريبة أقل أو بيستفيدوا منها ليتر أون فكرة بتاعت البريزنت فاليو. لكن الفقراء مثلا على سبيل المثال بيقعوا في شريحة ضريبية يا إما فيري لو أو حتى اكزيمبت بياخدوا عفاء ضريبي وكمان محتاجين للديفيدنز يتعايشوا منها كجزء من الدخل الدوري بتاعهم وبالتالي هيفضلوا الشركات اللي هي بتوزع أرباح كاش ومستقرة وعلى طول. وهكذا بقى ممكن تدرس الكلاينتال ثيوري بتشوف ايه الفئات وكل فئة ممكن تناسبها او نفسر هي بتدور على الشركة دي ليه من زاوية الديفيدنز. في عندنا نظرية في الحقيقة ريزوف اللي قلنا اسمه بالنسبة للديفيدنز ايجن ثيوري اتكلم على ربط ما بين الجروس وما بين الديفيدنز والربط الحقيقة ده مش جديد ما هو الجروس برضو بيجي من ايه؟ بيجي من الريتيند ايرنينجز. فهو الحقيقة قال الشركات اللي عندها جود انفستمنت اوبورتيونيتيز اكتر هتميل الى مور ريتيند ايرنينجز وليس ديفيدنز. فالكلام يبقى قريب من الريزيديوال بوليسي القديمة والموديل بتاع والبر. الحقيقة برضو انا حطيت some classical articles اللي انا اتكلمت عليها واتمنى ان الطلبة تستفيد منها ولكن هيعملوا برضو research paper على موضوع dividends نظريات والامبيريكا research ويشيروا الى مصر وان شاء الله هتقابل معاهم على خير بعد نهاية الاجازة دي واذا لم يقدر لينا ان احنا نتقابل يبقى أتمنى يعملوا كويس في الفاينل إكزام وأنا على اتصال بيهم الحقيقة كجروب وهم معهم الماتيريالز بالتفصيل وإن شاء الله ربنا يوفقهم ويكون الكورس مفيد ليهم.
وشكرا جزيلا.